مثل ما تابعنا مع حضرتك التقرير اللي مر، يعني يمكن شروط عديدة لحتى يكون الشخص أو الشاب أو الفتاة بهذه حكايتي، بالرغم من أنه ابتعدتوا شوي يمكن عن أنه خصخصت الموضوع بأشخاص فقط متميزين أو مرموقين، لا كان أي شخص عنده قصة واقعية بيقدر يشترك فيها. خلينا نحكي بشكل أوسع عن هاي الشروط اللي انذكرت بالتقرير. طبعا هي المسابقة موجهة للسوريين المقيمين داخل سوريا والمغتربين كمان لكافة الأعمار، بدءا من الطفل اللي عمره 10 سنين لحتى الأشخاص اللي عمرهم حتى فوق 83 سنة. الهدف منها أنه أنه تكون القصة واقعية، أهم شيء أنه يكون الشخص هو اللي عاش هذا الحدث، مو أنه نقل عن طريق أنه سمع من جيرانه أو من أشخاص ثانيين أو عن طريق وسائل الإعلام، لا، أنه هو لازم يكون حدث حضر الحدث وعاشه، يحكي بطريقة واقعية بسيطة، لأنه هي القصة رح تصير وثيقة رح تحفظ الذاكرة مثل ما قلنا. بإضافة لهذا الشيء أنه ما تكون خيالية بتعتمد على استنتاجاته، لأنه القصة الخيالية رح تفقد مصداقيتها، وحتى أنه الاستنتاجات يعني نتركها لشيء ثاني يعني، فلهيك لازم تكون واقعية بعيدة عن الخيال والاستنتاجات. مو بشرط تنكتب بلغة عربية وأدبية منمقة، لا، لأنه هي موجهة لكافة الأعمار ولكافة الناس، فهي ممكن تكون بلغة عربية بسيطة لكن لغة عربية مفهومة واضحة، تحكي عن الحدث بطريقة ممكن الطفل يحكي عنه بطريقة بسيطة لأنه هو بنهاية طفل، بس أنه الحدث كونه هو حدث حقيقي وقع بسوريا من خلال مقاطعة هالأحداث تقدري أنت بعدين تكتبي التاريخ السوري أو تعيدي كتابته بطريقة حقيقية. فهي أهم شيء بهي القصة. احكي عن الشروط أكثر هلا، أنه نحن عنا عدة طرق لحتى يرسل المسابق المادة اللي بده يبعثها للمسابقة، ممكن يكون كتابي أو ممكن يكون تسجيل صوتي. فهو إذا بده يبعثه كتابي يفضل أنه يبعثه بطريقة قصة بسيطة ما بتتجاوز 1000 كلمة، ومثل ما قلنا واقعية بعيدة عن أنه تكون عن الخيال والاستنتاج، وغير منشورة سابقا، يعني بيهمنا نحن أنه تكون مانا منشورة بمكان تاني، أنه يكون هو أول مرة بيكتبها للمؤسسة. بالإضافة لهذا الشيء أنه هي لازم تكون مأكد مرة تانية أنه لازم تضم مكان وتاريخ الحدث وأنه الشخص هو اللي عاش هذا الحدث. وإذا كان تسجيل صوتي يفضل بأنه يكون التسجيل واضح لنقدر نسمع الصوت بشكل واضح وبيقدر يحكي القصة بالطريقة اللي هو بده إياها. يعني أنسة مياسة، خلال حديثك كركستي كذا مرة على موضوع أنه لازم يكون واقعي الحدث. اليوم كيف رح تقدروا تتأكدوا أنه هذا الحدث صار؟ اللي بده يبعث القصة لازم يبعث وثائق، لازم يبعث صور معينة، ونحكي عن لجنة التحكيم اللي رح تقيم هاي المواد اللي عم توصلكم. هلأ حتماً أول شيء الأحداث بسوريا صارت مقروءة من قبل الجميع، فأنتي يعني كلهم عندهم لجنة اللي بدها تحكم القصص تعرف شو صار بسوريا، فأنت الأحداث بتعرفيها، بس الفكرة أنه نحن الشخص كيف رح نعرف مصداقيته؟ نعرف الأحداث العامة، ولكن أنتم المصداقية طبعا حتما لازم يكون مع وثائق. بالإضافة لهذا الشيء أنه أنت عندك القصة عم تنحكى من كذا شخص، فإذا الحدث تكرر من كذا شخص أنت هون بتقاطع الأحداث مع بعضها، لما بتقاطع الأحداث مع بعضها بتبين عندك مصداقية الحدث من عدم مصداقيته. لما الحدث بتكرر عن شخص واحد وأشخاص تانيين ما بيكرروا، هون ببلش في عندك شك أنه هل هذا الحدث صحيح ولا ما أنه صحيح، ممكن ساعتها أنت بتبحثي عنه لتشوفي إذا صحيح. بس إذا الحدث عم يتكرر مثلا بمجموعة من القصص، فأنت من خلال هالمقاطعة ببين معك أنه هذا الحدث بإضافة للوثائق اللي رح يرفقها المتسابق مع القصة اللي رح يبعثها. لجنة التحكيم هي اللجنة اللي رح تطلع على هالقصص ورح تحكمها، رح تبين مدى مصداقيتها مدى حقيقتها. بس عفوا شو بدك تعرفي عن اللجنة؟ اللجنة اللي هي رح تقيم هدول الأعمال هي من وثيقة وطن حتكون؟ طبعا اكيد من وثيقة وطن، يعني باحثين مختلفين رح يكونوا. نعم تمام. يعني دائما بكل الحروب وبكل دول العالم الغالب بيخافوا المؤرخين انه يكتبوا التاريخ بوقته، بيقولوا انه نحن لازم نستنى فتره من الزمن مشان نطلع بقدر المستطاع نكون حياديين يعني عم نكتب. ولكن هون كان في تجربه مختلفه اللي طرحتها هذه حكايتي، واللي هي خلت الاشخاص يغامروا لحتى يكتبوا الواقع، ونحن بنعرف انه مثل ما قلت يمكن الاشخاص العاديين كلهم عاشوا هي التجارب. وقديش يمكن هي مخاطره انه
ناخذ او نقاطع احداث من اشخاص عاديين وبزمن الحرب نحن عم نكتب القصص. هلا نحن هون ما لنا عم نعتمد على الاسلوب التقليدي لكتابه او اعاده كتابه التاريخ، والمشروع مو هو كتابه التاريخ بالوقت الحالي، هو مشروع مستقبلي. يعني نحن ما فينا نكتب هلا التاريخ، حتما هذا الشيء رح يشكل قاعده اساسيه للباحثين بالمستقبل انه هن يكتبوا التاريخ بطريقه صحيحه. الأهمية هون بتكمن أنه أنت عم تاخذي تفاصيل حقيقية من الناس اللي عاشوها، بالتالي أنت هون عم تكتبي التاريخ بمصداقية عالية، توثيق، لأنه نحن عم نوثق هون الحدث اللي عاشه الناس واللي ما حدا بيعرفه غير الناس. يعني نحن بالإعلام بنشوف الحدث بالمعنى الكبير، بس التفاصيل الصغيرة ما حدا بيقدر يعطينا إياها غير الناس اللي عاشوها. فهذا الشيء بيعطي للوثيقة اللي رح تجي لعنا أهمية كبيرة، لأنه في تفاصيل في إمكانية أنك تكتبي بطريقة واقعية وحقيقية بعيدة عن التزوير والتشويه اللي عم تتعرض له، اللي عم يصير هلأ بالكتابات التاريخية اللي عم تحكي عن الحرب. فهو مشروع مانو آني، مانو بالوقت الحالي، هو مشروع مستقبلي رح يحفظ هالذاكرة للأجيال الجاية ويساعد هالأجيال بأنه تفهم شو صار بهذا الوقت وترجع تكتب تاريخها بطريقة سورية حقيقية واضحة وموضوعية. سمياسة، خلينا نحكي كمان عن موضوع التقدم للمسابقة. نحن ذكرنا أنه هو من بداية تحت الهواء من بداية أبو بعده مستمر، لأيمت مستمر التسجيل؟ نحن أطلقنا المسابقة بواحد أبو، هو مستمر ل 22 أيلول تقريبا. منسكر الأبواب عن استقبال أي قصة بتجي. بتحبي احكي عن انه كيف بدنا نستقبل قصص؟ ايه طبعا. ممكن لو سريعا. هلا نحن بنستقبل القصص سواء كانت مكتوبه او شفويه بطريقتين. اول شيء في نحن عندنا موقع على الفيسبوك لوثيقه وطن، في عندنا موقع ثاني لوثيقه وطن، في اي شخص يقدر يفوت عليه، في تبويب على الموقع بعنوان حكايتي، بيقدر الواحد يفوت عليه وياخذ كل التفاصيل اللي بده اياها، او بفوت على موقع www.sy.org اللي هو عباره عن استماره، بيقدر المتسابق فيها انه يحط الماده اللي بده يقدمها للمسابقه. هاي الماده ممكن تكون كتابية، فبيروح على القسم الخاص بالكتابة، إما بيكتبه شخصي أو بيعمل له نسخ ولصق إذا كان كاتبها على الكمبيوتر، إذا كان مصورة بيحط الصور بينزلها بالمكان المخصص، ويفضل أن تكون الصور بدقة معينة وحجم معين لحتى نقدر نقراها وتكون واضحة، والتسجيل الصوتي له مكانه. أهم شيء بهي الاستمارة أنه يحط بيانات الشخصية تبعه، اسمه والكنية والعمر ورقم الهاتف ومكان المحافظة، أو في يبعث لنا بشكل مباشر على الإيميل الخاص لحكايتي اللي هو حكايتي حكايتي@sy.org، وفي رقم هاتف ممكن يتواصلوا معنا فيه عن طريق الواتس اللي هو 0987001616. يعني أستاذة مياسة عديب الباحثة في مؤسسة وثيقة وطن، بدنا نشكر وجودك معنا. شكرا. وأكيد بدنا نرجع نثمن جهودكم بهي الخطوة، بنتمنى لكم التوفيق، نتمنى للكل المشاركين أيضا التوفيق. شكرا كثير. شكرا لحضرتك. شكرا لكم، نتمنى لكم كل التوفيق بمشروعكم يلي أكيد عم ينطلق من حاجات سورية وأكيد له كل الأهمية لمستقبل كل السوريين. شكرا شكرا كثير لك.